السلام عليكم الأصدقاء الكرام، مرحبا بكم من جديد مع قناة الأوديو سي تي في. اللي غادي نردوا على واحد الصديق، شوف شنو قال لك، سير داها في سوق راسك، شكون انت، شنو بغيتك، غير المنكر بالقلب ديالك وداها في شؤون في شغل راسك، وما تبقاش تدخل في شؤون الناس وكذا وكذا وكذا. كما كتشوفوا على عين، نحن كمسلمين الدين النصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك في الحديث، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، باليد والأول، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ومن بعد هذا الشيء راه ما كاينش درة إيمان في القلب ديال الإنسان اللي كيقول رانا كنآمن بالإسلام. أيه، وقال لك واش هذا الفيديو ديالك هو اللي غادي يغير المركر؟ أيه غادي يغير المركر إن شاء الله. اليوم واحد يسمع الفكرة وغدا تطنطن له في راسه وغدا وكتلقاه بعد من الشراب وبعد من الفساد وبعد من المنكرات، وشد الطريق المستقيم وقطع الكارو واصاب الحتالة والشردمة في مقتل، لانه ما بقاش يسيب فلوسه ليهم، ياك. وهذا هو تغيير المنكر. فالقران، الله سبحانه وتعالى في القران كيقول لك، ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. شكون هما هاد الناس؟ هادو راه هما خير امه اخرجت للناس. استمعوا القران شنو كيقول لك، كنتم خير أمة أخرجت للناس. باش بالوضوء الصلاة والتسبيح وتبعي اختك؟ لا، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن الخيرية ديال الأمة راه هي نأمر بالمعروف نفوسنا، إلا كنا فاسقين نحاول نشدوا الطريق وداك الشيء، وحتى إلا كنتي كتكمي قول الناس راه الكارو حرام وغادي تأجر عليها ويسر لك سيدي ربي وتقطع الكارو. ولكن انتي مبلي بالشراب، قول الناس راه الشراب حرام ومضر بالكبده وبالقلب والشرايين وبالدوره الدمويه والهاي كالوري اللي كيسببها في الجسم، كيسبب يعني التشمع الكبدي والروينه. واخا تكون مبلي، قول الناس راه الشراب حرام وغادي يعذبنا عليه الله سبحانه وتعالى. واخا نكونوا نستحقوا الجنة، ما غاديش ندخلوها إلا بسابقة من العذاب. قول هاد الهضرة واخا تكون تشرب، وملي تقولها غيولي عندك تناقضات نفسية وغادي تشجع وغتقول كيفاش أنا من دوك الذين يقولون ما لا يفعلون، وغيولي عندك ضمير حي وتقطع إن شاء الله الرحمن الرحيم. راه ما كاينش شي حاجة ديها في سوق راسك، حيت المسلمين المؤمنون المؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وهذا اللي قال لك الدية سوق راسك غير المعروف غير في قلبك، هذا راه من المنافقين، راه بينه، لأنه يخالف الهدي الإلهي والهدي النبوي. وآية أخرى شنو كتقول لك، وكيفهموها الناس بالغلط وبالعوج، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. المعنى ديالك يبان، يعني عليكم أنفسكم، صلي وطيعوا الله وداك الشيء، وهذوك اللي ضلوا ماشي شغلك فيهم. هذا هو الفهم ديال السطحي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم راه شرحها فوق المنبر، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى هو شرحها فوق المنبر وقال الناس إنكم تفهمونها على غير مرادها. راه النبي صلى الله عليه وسلم قال لك، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وما تخليش من جهدك. ملي تشوف الشح والبخل وداك الشيء، عاد الزم رجليك والزم نفسك والتزم ودي في سوق راسك، ولكن حتى تأدي الواجب. يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ها المعنى ديالها راه هو، مر بالمعروف وانهي عن المنكر وما تخليش من جهدك في الإنكار. وملي ما يسمعوش لك الناس أو ما يستجبوش، ماشي تنكر وعاود نكر وقول وقول، عاد ديها في سوق راسك، ماشي الظاهر ديالها هو ما تهضرش ما تتكلمش. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، إلى آخره. فهنا لو المسلمين باقين يقوموا بالفريضة ديال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كيفاش كانوا كيديروه والدينا شحال هادي؟ تصور كيفاش كانوا كيديروه والدينا شحال هادي، كتصور تصور تصور.
الاطفال وحنا عندنا 7 سنين و8 سنين و10 سنين يلا ما صليناش كيحط لك في التفصيل بوحدك. علاش؟ إهانة تاكل بوحدك. كلب انت قانع جرو فكتولي تسابق باش تصلي معاهم باش تاكل معاهم في التفصيل، ولا تكاسلتي ولا تخلفتي كيحطوا لك بوحدك بلا ضرب بلا صداع بلا حتى شي حاجه. اذا انت كتصلي على قبل الماكله وديرك صغير وماشي مفروض عليك، كتصلي على قبل الماكله باش تدرب عليها. وهكذا حافظوا الناس على الصلاه وهم صغارين، حتى كبر ودار 10 سنين و12 و20 عاد فهم علاش كيصلي، وعاد كيفهم علاش هو موجود في الدنيا. راه ماشي موجود باش ياكل ويشرب ويزبل، راه موجود لعباده الله، وعباده الله راه هي السير على الطريق المستقيم اللي هو امتثال الاوامر، اجتناب الحرام وامتثال الحلال. كيفهم علاش هو موجود وكيعيش حياته بخير وعلى خير مستقيم وهادئ نفسيا، ما كيعانيش من القلق والتفكير في الانتحار. يعني هكا الناس كانوا كيربوا ولادهم، كانوا كيامروا بالمعروف وكينهيو على المنكر. كانوا الناس كي يشوفوا الولد ديال الجيران دار شي حاجه كيضربوه، علاش ضربتي؟ او اللي يشوفوا الاخر ضرب الاخر ظلمه كيضربوه واخا ماشي ولده. والاب ديال هذاك الاخر ما كيجيش يقول الاخر علاش ضربتي ليا ولده. كلشي كيقوم، كلشي كيقوم بالتربيه، كلشي كيقوم بالتربيه. بينما اليوم الاستاذ ولا المعلم اللي ضرب لك ولدي كتمشي تجري، لا ما ضربش ولدي، وانتم كتشوفوا التشمكير اساتذه يهددونهم بالجناوه ولا بالفراده واقيلا في المستقبل. تصوروا حنا صغار كنا كنشوفوا واحد صعلوك مع وحده كنهزوا الحجر ونشيروا عليه بحال شي كلاب وكنطردوا كيهربوا. واحد مع وحده كنشوفوا كنشيروا عليه بالحجر، فطره رفض ديك العلاقات الزنائيه اللي جابها لنا وهبي والرباعه ديالو العلمانيه الليبراليين في العصر. يعني كنشيروا عليهم بالحجر، فكيولي هذاك الشخص اللي باغي يقوم بالمنكرات ما يقدرش يمشي مع بائعه الهواء او المومس في الزنقه، هي غاديه بوحده وهي غاديه بوحدها حتى كيوصلوا للمكان اللي غادي يمشيو يتلموا فيه بحال الكلاب. هكذا كانت رقابه مجتمعيه، كلشي كانت عنده الرقابه المجتمعيه من الاطفال الرجال العيالات، كلشي كينكر المنكر. اليوم احنا في عصر بني قينقاع بني قريضه، انت ما كدير والو اصلا، الا كتبغي تقول اللهم انني في المنكر ما نكرتيش المنكر، كتقول دير انا في المنكر، انا ما مطفراش، راه مكحل مع سيدي ربي. كتهضر على راسك كيجي يقول لك الاخر ديها في سوق راسك، داك الشيء يقولوا في خاطرك ما تعبرش. ولكن الشيخات والروينات واليوتيوبرات اللي كيقوموا بالتيك توكات ونشر المنكرات، لا هادو هما اللي زوينين، هادو هما اللي خاص يكون عليهم الاقبال، وهادو هما اللي خاص نتفرجوا فيهم. اما انت لا ما تقولش اللهم ان هذا منكر، ما تقولش الشراب حرام، ما تقولش العلاقات في غير الزواج راه ماشي مزيانه، لا ما تقولش هذا الشيء، هذا الشيء قولوا في خاطرك، هذا الشيء راه ما كاينش. السبل العقده، السبل العقده، هذا الشيء راه ما كاينش. اللي كاين راه هو لا خير في قوم لا ينصحون ولا تناصحون ولا يسمعون النصيحه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيديه، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فقلبه، وليس وراء هذا حبة خردل من الإيمان. أرجو أن تكون الفكرة واضحة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.